أول مرة أتفرج على ظهر الخيل كان عمري 5 شهور. أول مرة ركبت على ظهر الخيل لحالي كان عمري 3 سنين. في عندي فرس إنجليزية اسمه الروعة وبحبها كثير. بيجي من المدرسة بتغدى برتاح شوي بدرس بعدين بيجي بالباب. كل رفقاتي بيحبوني بيفتخروا فيني. هذه السنة شاركت بالأردن وإن شاء الله يعني السنة الجاية شارك بهولندا. الله تعالى. كان تلسخني بضبابة. كل ما أروح على المدرسة بشوف هذه الجوائز وبمصرتي أنه طلعت لأنه أصغر فارس. البابا بقص علي كثير حتى أطلع أفضل فارس بالوطن العربي. بشكر الماما والبابا اللي وصلوني على هذه المرحلة. مين تشكر بابا ولا ماما أكثر؟ الماما والبابا.